الشيطان له اساليب كتير قوي وله طرق كتير جدا 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 عشان يحاول يبعدنا عن طريق ربنا ويخرجنا من الصراط المستقيم ويخرجنا لطريق من الطرق اللي اخرتها مش كويسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. الشيطان ممكن يسوق لنا طريقه بأي وسيلة من الوسائل، عنده أساليب وأفكار كتير قوي. من كتر الشيطان معاصر وقعد مع البشر فعرف طرق كتير قوي يقدر يدخل لنا منها. ودلوقتي هنقعد وهنقابل اتنين من اخواتنا الطيبين وهنعرف معاهم ازاي الشيطان ممكن يسوق لطريقه.